اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة أراد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أقوام متفرقين متغائرين في نوع عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد غير ذلك. والمؤلف والشيخ رحمه الله تعالى لم يرد بهذا الحصر في أنواع المعبودات، وإنما أراد أن يبين أن أولئك الذين ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم ولم يفرق رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحكم عليهم، وقد حكم عليهم بأمرين. الأمر الأول حكم عليهم بالكفر أجمعين، ولم يجعل من عبد الأنبياء والصالحين والرسل والملائكة أنه غير كافر، ومن عبد الأحجار والأشجار فهو المشرك الكافر، بل حكم على الجميع بكونهم كفار خارجون من دائرة التوحيد، مشركون بالله عز وجل. الأمر الثاني أيضا أنه قاتلهم جميعا، قاتل الذين يعبدون الملائكة، وقاتل الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان، ولم يجعل لهؤلاء حكما خاصا بهم ولهؤلاء حكما خاصا بهم. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة أن يرد على مشرك زمانه، وهي شبهة انتشرت عندهم، وهي قولهم: كيف تجعلوننا، أي تجعلون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجعلونه كمن يعبد الأحجار والأشجار والأوثان، فإن الذين خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم كانوا يشركون بأحجار وأشجار وأوثان، لذلك قاتلهم وكفرهم. أما هم أيهم المشركون، فهم كانوا يقرون بأنه رسول الله، ويشهدون بألسنتهم بأنه لا إله إلا الله، فكيف تشبهنا بهؤلاء بعباد الأصنام والأوثان؟ فذكر هذه القاعدة من باب الرد والتقرير، ففيها رد على هذه الشبهة، لأن الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وكان منهم من يعبد عزيرا، وكان منهم من يعبد المسيح عليه السلام، وكان منهم من يعبد الصالحين كاللات، وكان منهم من يعبد الأشجار والأحجار. إذن دعواكم هذه باطلة، أنهم كانوا كلهم يعبدون الأحجار والأشجار، هذه دعوة باطلة، بل فيهم من كان يعبد الأولياء والصالحين، ومع ذلك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بكفرهم، وقاتلهم لأجل هذا الشرك وهذا الكفر. هذا هو رد هذه الشبهة. الأمر الثالث أن هذه القاعدة قائمة على أن العبرة بصرف العبادة لا بنوع المعبود، فمن عبد حجرا وشجرا هو كمن عبد وليا وصالحا، فإنهم يشتركون جميعا في أنهم عبدوا غير الله عز وجل. وقد جاءت الآيات الكثيرة على إفراد الله عز وجل بالعبادة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن لا يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ففي قوله ولا تشركوا به شيئا هذا النهي يفيد العموم، لأن النكرة شيء جاءت في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أفادت العموم، وشيء يطلق على كل ما يصلح
كل ما يصلح أن يعلم، فكل ما يصلح أن يعلم يسمى شيء، بل كل ما يؤول إلى العلم يسمى أيضا شيء. فالأنبياء يطلق عليهم شيء، والصالحون يطلق عليهم شيء، والأولياء يطلق عليهم شيء، والحجار والأشجار وكل من عبد الله يطلق عليه شيء. ففي هذه الآية إبطال عبادة غير الله وإبطال عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وأن العبادة لا تكون لمن إلا لله سبحانه وتعالى. ومثلها أيضا قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ففي قولي فلا تدعوا مع الله أحدا أيضا نهي أن يدعى مع الله غيره، وكلمة أحد أيضا نكرة جاءت في سياق النهي، فأفادت العموم أنه لا يدعى مع الله غيره. ولذلك قال شيخ الإسلام في الأصول الثلاثة في المسألة الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه الملائكة ولا يشرك معه الأنبياء وهما أفضل خلق الله عز وجل، الرسول الملك وهو جبريل عليه السلام والرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى الله أن يشرك به هذين الرسولين، فكيف بغيرهما من الأحجار والأشجار أو الأولياء أو الصالحين؟ إذن هذه القاعدة أبطل فيها شيخ الإسلام هذه الدعوة الباطلة، وهي أن كفار العرب ومشرك العرب كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا وهم يعبدون صالحين وأولياء. وأبطل أيضا دعواهم أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، وبإجماع أهل العلم أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها حتى يأتي بشروطها وأركانها. وللا إله إلا الله شروط وأركان، فشروطها سبعة شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول والمحبة، وكذلك أركانها ركنان: النفي والإثبات. فمن نطق بلا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها ولا بأركانها فإنها لا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. فاليهود يشهدون أن لا إله إلا الله وهم كفار بإجماع المسلمين، كفار بإجماع المسلمين. ولذلك لما قيل وهل منبه أليس له مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لا بد لكل مفتاح من أسنان. فمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها وأركانها فإنها لا تنفعه يوم القيامة. فدعواهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله نقول هذه دعوة باطلة، وشهادتكم لا تغني عنكم شيئا، لأنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى وعبدتم الأولياء والصالحين وجعلتم لهم حظا من العبادة التي لا يستحقها إلا الله. أما دعواكم أن أولئك يعبدون أشجارا وأحجارا فهذه أيضا دعوة باطلة، فكان من مشرك العرب من كان يعبد اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، وكان في زمانهم من يعبد الملائكة، ومع هذا كله كفرهم الله عز وجل، لأن العبرة بصرف العبادة لا بنوع وجنس المعبود. فمن عبد حجرا كان كمن عبد ملكا أو نبيا أو رسولا، لأنه خالف أمر الله عز وجل وخالف معنى لا إله إلا الله وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فأوجب ذلك، أوجب شركهم بالله أمرين: أوجب كفرهم وأوجب قتالهم، وأوجب قتال. فكل من أشرك بالله فإنه يكفر ويقاتل حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. ثم ساق الآيات، وهي سبع آيات على هذه المعبودات: الشمس والقمر والأولياء والملائكة والأنبياء والرسل وعيسى عليه السلام وما شابه ذلك، ساق هذه الآيات. فأول آية ساقها على عبادة الشمس والقمر في قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء القوم الذي نزلت فيهم هذه الآية كانوا يعبدون الشمس ويعبدون القمر، وهما الشمس والقمر خلق من خلق الله عز وجل، وعبادتهم شرك بالله سبحانه وتعالى توجب لصاحبها الخلود في النار، الخلود الأبدي. فهذه أول آية تدل على أن من مشرك العرب من كان يعبد الشمس والقمر. وذكر أيضا قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، واتخاذ الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة
تعبد من دون الله عز وجل، فإن بعض العرب من كان يقول أن الملائكة بنات الله عز وجل، وكان النصارى يتخذون عيسى ربا وإلها كما جاء في حديث عدي بن حاتم عندما ذكر الله قوله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه، قال نعم، قال تلك عبادتهم. فاتخاذهم أربابا أي اتخاذهم آلهة تعبد مع الله عز وجل، أو يكون له حق، يكون لهم حق التشريع وحق التأليه، ولا شك أن هذا نوع عبادة صرفت لغير الله عز وجل. فأثبت في هذه الآية أن ممن نزلت فيه هذه الآيات أنه يعبد الملائكة ويعبد النبيين، وهم خيرة خلق الله عز وجل وأكرم خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كفرهم الله وحكم بوجوب قتالهم وأن يقاتلوا حتى يكون الدين كله لله. وذكر أيضا قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله قال سبحانك، هذا في دليل على أن عيسى اتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى، وأجمع المسلمون على كفر النصارى الذين أله عيسى عليه السلام، ولم يمنعهم كونهم عبدوا عيسى أنهم على التوحيد أو أنهم على الدين، أو كونهم عبدوا رجلا صالحا ونبيا مرسلا من الله عز وجل أن يكون على الإسلام، بل بعبادتهم لعيسى وتأليههم له كفروا بالله عز وجل وأشركوا، وكان كفرهم أعظم الكفر وأغلظه، لأنهم أله خلقا وبشرا وجعلوه ابنا لله عز وجل، ووصفوا الله أنه حل في عكن بطن مريم وأنه جامعها، فأنتج ذلك لاهوتا وناسوتا، اجتمع اللاهوت والناسوت فكان منه عيسى عليه السلام، ولا شك أن هذا من أعظم الكفر، وكفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا دعاء الصالحين في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون وتطلبون من قضاء الحاجات وتسألونهم، هم أيضا عباد أمثالكم يسألون الله ويرجونه ويتقربوا إليه بالأعمال الصالحة. فأثبتت هذه الآية أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم أناس صالحون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، ومع ذلك لم ينفع أولئك العابدين الذين عبدوهم كون معبودهم صالحا أو وليا أنه لا يكفر ولا يقتل، بل حكم الله بكفرهم وأوجب أيضا قتالهم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، واللات والعزى أما اللات فهو رجل كان يلت السويق وهو رجل صالح كان يصنع ذلك الحجاج، وأما العزى فهي شجرة كانت تعبد من دون الله عز وجل، وأما منات فهي أيضا حجر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشجار والأحجار التي عبد من دون الله وهي طواغيت اتخذها مشرك العرب كفرهم الله عز وجل ووصف بأن فعلهم شرك وأنهم خالدون في نار جهنم، وأوجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله عز وجل. هذه وذكر هنا حديث أبي واقد الليثي، وحديث أبي واقد الليثي هذا رواه الترمذي وغيره من طريق الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها. إيراد المؤلف لهذا الحديث ليبين أن اتخاذ الأشجار كان معروفا عند العرب، وكانوا يعكفون حول سدرة لها سدرة لهم يعبدونها وينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل أنه اتخذ فاعلها إلها من دون الله عز وجل، جعل اتخاذ الأشجار واتخاذ تلك السدرة بالتبرك بها جعل منزلة الإله، وأن فعل ذلك الفاعل أنزل منزلة الإله الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد أعل بعلل، أعل أولا في إسناده بأن فيه أبو سنان الدؤلي وقال أنه لا يعرف وأنه مجهول، والصحيح أن أبا سنان هذا أنه روى له البخاري في صحيحه في الشواهد وأخرج له مسلم أيضا في الأصول، وقد روى عنه الزهري وروى عنه زيد بن أسلم، فالصحيح أنه معروف وأنه ثقة وأن حديثه هذا صحيح. أيضا أعلى بمتنه بأنه كيف يمر وسلم على هذه السدرة ولا يقطعها، فنقول أما كونه مر ولم يقطعها ليس فيه ما يستدل به، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قطعها وأزالها، فليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. وأيضا يحتمل
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها لأمر هو أعظم وأهم منها، لا أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على فعلها، أو أقر هؤلاء المشركين أن ينوطوا بها أسلحتهم، أو أقر هؤلاء المشركين أن يعبدوا غير الله عز وجل. ليس في الحديث ما يدل على ذلك كله. وقيل أن هذه السدرة لم يكن فيها من يعبدها ومن ينوط بها السلاح، ولكن لحدوث لأن هؤلاء الذين مروا بها حدثاء عهد بإسلام، وذكروا أن هذه السدرة التي مروا بها كان يفعل بها ذلك، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل أو يجعل لهم سدرة مثل ذلك، لأنه في حال مرور النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يعكف بها وينوط بها سلاحه. فالصحيح أن الحديث صحيح ولا علة فيه، لا في متنه ولا في إسناده، لا في متن ولا في إسناده. وقد احتج بهذا الحديث بعض من يعذر بالجهل، وقال هذا دليل على أن الجاهل يعذر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء الصحابة مع أنهم جهلوا التوحيد، وهذا غير صحيح. فالحديث ليس فيه حجة لهذا القول، بل فيه أن هؤلاء الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يعكفون حولها أسلحتهم، أنهم عندما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إله، أي شابهتموهم في القول، وإلا قصد هؤلاء الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام قصدهم البركة، أن يتبرك بهذه الشجرة. ولا شك أن البركة تطلب من الله عز وجل، فهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط تكون لنا فيها بركة من الله سبحانه وتعالى نتبرك بها، وتكون البركة بجعل الله عز وجل في تلك الشجرة البركة. هذا قول، وقيل وهذا قول الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم شابهوهم في القول ولم يشابهوهم في الفعل. القول الثاني أنهم طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا بالله عز وجل، وهذا قاله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. والقول الثالث أنهم سألوا المشرع، ولو أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك لكان ذلك جائزا ولا نكارة فيه. الصحيح نقول العموم الصحيح ليس في هذه المسألة وفي هذا الحديث حجة لمن عذر بالجهل وقال أنه يعذر بالتوحيد بجهل العبد، بل نقول أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام إنما سألوا أن يجعلهم أنهم إنما شابهوا بالطلب، شابهوا أولئك الذين جعلهم سدرة يعكفون بها شابهوهم بالطلب، فقالوا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فشابهوهم في الطلب لا في الفعل، لا في الفعل. ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار أنه لا يجوز، لكنه ليس شركا أكبر، إنما هو شرك أصغر قد يعذرون فيه بسبب كونهم حديث عهد بإسلام. أما الشرك الأكبر وأصل التوحيد فلا يعذر أحد بالجهل فيه. هذا إذن هذا الحديث هو حديث صحيح وإسناده صحيح ولا علة فيه. القاعدة الرابعة قوله إن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. هذه القاعدة، القاعدة الرابعة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتبيين أمور. أولا هي قاعدة تكميلية، أراد أن يكمل بها هذه القواعد، وهذه القاعدة التكملة فيها فوائد. الفائدة الأولى في هذه القاعدة أن الشرك لا يشترط فيه الكثرة أو القلة حتى يكون شركا، ولا يشترط في المشرك حتى يكون مشركا أن يشرك أكثر زمانه أو غالب زمانه، بل يوصف العبد بالشرك ولو أشرك طرفة عين، لو أشرك طرفة عين يسمى مشركا، ولا يشترط أن يشرك طوال حياته أو طوال زمانه حتى يوصف بهذا الوصف، بل لو عبد العبد ربه طوال عمره وسنين دهره وهو على التوحيد ثم أشرك بالله عز وجل مرة واحدة في عمره ولم يتب إلى الله عز وجل فإن جميع أعماله تحبط ويكون مشركا شركا أكبر، ولا ينفع إسلامه ولا إيمانه السابق، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وتؤخذ هذه الفائدة من قوله أن مشرك العرب كانوا يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة، ومع شركهم في الرخاء كانوا يسمون مشركين وكفار، ولا يشترط كون الشرك دائما أو ملازما لجميع أحوالهم. الفائدة الثانية أيضا
أن هؤلاء الذين في زمن الشيخ محمد الوهاب كأنهم أنفوا واستأنفوا أن يشبهوا بمشرك العرب، وأنه كيف يشبههم شيخ الإسلام بعباد الأوثان والأشجار والأحجار. فأراد شيخ الإسلام بهذه القاعدة أن يبين أن أولئك المشركين هم أفضل منكم، أفضل منكم من جهتين، من جهة الكم ومن جهة الكيف في نوع الشرك. فمن جهة الكم مشرك العرب أخف شركا، فأنتم أيها المشركون في زمن شيخ الإسلام تشركون في زمن الرخاء وفي زمن الشدة، وأما مشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم متى يشركون؟ يشركون في زمن الرخاء، يشركون في زمن الرخاء. أما في زمن الشدة فهم يخلصون لله عز وجل. ولا شك أن الذي يشرك في زمن واحد أخف من الذي يشرك في زمانين، ويكون أقل كفرا وأقل شركا، وكلاهما مشرك كافر لكنه يكون أخف من جهة كثرة الشرك وقلته. الأمر الثاني من جهة الكيف، من جهة الكيف، فمشرك زمان الشيخ كانوا يشركون بالفسقة والفجرة، ويعبدون شرار الخلق كتاج وشمسان وغيرهم ممن كان فاجرا ساحرا كاهنا عرافا متلبسا بالفسق والفجور والزنا والفواحش، وهم مع ذلك يعبدونهم ويدعونهم ويسألونهم ويرجون منهم البركة. أما مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أحجار وأشجار لا يعصون الله عز وجل ولا يتلبسون بمنكر أو محرم أو فاحشة. ولا شك أن عبادة الشجر والحجر أخف من عبادة فاجر فاسق متلبس بالشهوات والشبهات والفواحش، يكون من جهة الكيف هذا أخف. فأراد الشيخ أن يكسر هذا الكبرياء في قلوب أولئك المشركين في زمانه، وأنهم يأنفون أن يشبهوا بمشرك العرب، فقال بل هم أفضل منكم من جهتين، من جهة الكيف ومن جهة الكم، من جهة الكيف ومن جهة الكم. الأمر الثالث أيضا أن هذه القاعدة الرابعة التي ختم بها المؤلف رحمه تعالى كأنه يبين فيها معنى التوحيد، ففي هذه القواعد الأربع رد على جميع الشبه التي تتعلق بها مشرك زمانه. فالقاعدة الأولى رد على من؟ على أن الشرك إنما يقصر أي شيء في توحيد الربوبية، فأبطل هذا القول بالقاعدة الأولى، فإن مشرك العرب كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك سماهم الله كفارا وسماهم الله مشركين، لأن كفار زمن الشيخ كانوا يقولون إنما الشرك يكون في شرك الاعتقاد، شرك الربوبية، أن تعتقد في من تدعو النفع والضر. والشرك والقاعدة الثانية أبطل فيها الشفاعة والتوجه بالصالحين والأولياء، والقاعدة الثالثة أبطل فيها التفريق بين من يعبد حجرا أو يعبد وليا وصالحا. والقاعدة الرابعة أبطل أن يكون الشرك ملازم العبد في كل أحواله، وأنه لا يسمى مشرك إلا إذا أشرك في جميع أحواله، وأما إذا أشرك في زمان دون زمان لا يسمى مشرك. فأراد أن يبطل هذا القول وهذه الشبهة، وأن العبد متى ما تلبس بالشرك فإنه يسمى مشرك خارج من دائرة الإسلام والتوحيد ولو أشرك طرفة عين. وكذلك أراد أن يبين أن من يعبد الأولياء والصالحين ويعبد الأحجار والأشجار أخف شركا ممن يعبد الفجرة والفسقة، وكذلك الذي يشرك بالله في زمن الرخاء أخف ممن يشرك بالله في زمن الشدة والرخاء، وكلهم كفار مشركون خالدون في نار جهنم أبد الآباد، يجب قتالهم حتى يكون التوحيد كله لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أتممنا وأنهينا هذه القواعد الأربع التي أتى فيها شيخ الإسلام على أصول القبوريين والخرافيين، فنقضها وهدمها، فرضي الله عنه وأسكنه الله فسيح جناته، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.